الاهلي النهارده بقى اقرب الى بطوله الدوري العام، ده موجوده في الكوره. المباراه كانت صعبه جدا، كانت صعبه جدا، المباراه كانت قريب قوي، كان ممكن جدا تطلع النتيجه 1-1 بالهدف الغريب العجيب بتاع زلاكا اللي ضاع دوت، كان ممكن. فاحنا اذا بنتكلم النهارده عن توقعات، المسافه ما بينها مش بعيد قوي، بس انا شايف ان الفرحه مبالغ فيها قوي. لما الزمالك جه كسب الاهلي يا شرقاوي، والزمالك كسب وجمهور الزمالك فرح، الناس كلها طلعت ايه ده؟ هو انتوا خدتوا الدوري؟ ايه ده؟ هو انتوا فرحانين كده ليه؟ ايه ده؟ دي فرحه مبالغ فيها، ايه ده؟ هو انتوا مش مصدقين نفسكم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ وانا كنت وطلعوا جمهور نادي الزمالك وفرح جمهور نادي الزمالك بفوزه على النادي الاهلي، اكن ديت جمهور الزمالك عمل حاجه حرام هيخش فيها النار، او عمل حاجه غلط يخش فيها السجن. بس انا كنت ضد ده. انا بقى شايف، انا شايف اهو اهو عينه باينه اهو اهو، ادي واحد اهو ماشي اهلاوي كان مراهن على فوز مباراه البيراميدز والاهلي، بصوا الفرحه بتاعته عامل ايه، جايب خروف مقدم للظروف. في اكتر من كده مبالغه؟ بس خلي بالكم، عملت حلقه كامله. انا اعرف ان الخروف دوت يا باشا، سيبنا اتكلم. عملت حلقه كامله عشان انا بحرق لك الخروف يا باشا. سيبنا اتكلم عشان بحرقه. لا بحرق لك الخروف على الهوا يا عبد الناصر يا جماعه. بحرق لك الخروف على الهوا يا عبد الناصر. عملت حلقه كامله. لك على الاهلي لسه ما خدش الخروف. لا 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 لا، والله الاهلي ما جاب. لا 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 لا، الاهلي لو شاف يزعل، يقول لك انت جاي تحتفل بخروف بيراميدز. المفترض النادي الاهلي نادي كبير، عادي مكسب بيراميدز عادي رايح جاي. لا مش عادي. لا عادي. قال لك عادي. عادي. والله ما عادي. عادي جدا. مش مستحيل يكون عادي. انما الفرحه المبالغ فيها دي، ومصدق كل واحد يفرح براحته. ومكلف وبتاع ومش كل حاجة. واحد يفرح براحته. انت ما كنتش مصدق نفسك يا باشا يوم ما الزمالك فاز. ما كنتش مصدق. لا يا حبيبي. ان الاهلي هيكسب بيراميدز. يا باشا خليني اعرف بقى. والله ما كنتش مصدق. اعرف بقى الضيوف يا باشا، اعرف بقى الضيوف. اتفضل. يوم ما الزمالك فاز الاستوديو ده هاجم كل اهلاوي، قال بتفرحوا ليه؟ قلت كل واحد يفرح بمزاجه، وهات سيف وشد كمان سيف، واحتفلنا بالزمالك. جبت خروف؟ يبقى ما هو ما كان ماتش ملوش لازمه. ليه ملوش لازمه؟ الاهلي والزمالك ملوش لازمه. يبقى انت ما يبقى انت ما يبقى انت مش بتاع كوره. وارحب بضيف. الاهلي والزمالك ملوش لازمه. برحب بالخسران التاني. الاهلي والزمالك ده شيخ، ده بطوله لوحدها. لا ده فرحان فرحه. المحترم الاستاذ محمد الشرقاوي. ده محدث. حبيبي الغالي الاستاذ محمد الشرقاوي. وحبيبي الغالي الكابتن تامر عبد الحميد. حبيبي يا استاذ حبيبي الكابتن تامر والكابتن الشرقاوي. استاذ عبد الناصر انا بس هستاذنك. قول اللي انت عايزه يا فندم. انا عايز حته يعني ايه من الريش بتاعتك اللي انت عايزه. عايز لك لغايه بعد ده انت لغايه عند ده قلبه عليه مراوح. ده قلبه الشرقاوي. هو صاحب الخروف بقى فلازم. يا باشا يا باشا انت تؤمر يا استاذ شرقاوي. انا بص انا قاعد مش مركز معاكم بجد. خلي بالكم الشرقاوي. الشرقاوي يا جماعه كذا مره يكسب توقعات، بس المره دي خسر. معلش لا انا قاعد والله يا عبد الناصر مركز مع الناس اللي هي بتعمل السيرفيس. خسرت التوقع.